معناتها خلينا نقول نقطة مضيئة في القارة الأفريقية مع أنه نخلق لاعبين كما كنا قبل. مالك الملاعب يتعدى بالبروسيس، هو النجم شابوه بمعمل، يعني يدخل في ماكينة واحد اثنين ثلاثة أربعة مش يوصل لاعب محترف وينجم عنده مؤهلات نجاح سواء على المستوى المحلي ولا الدولي. احنا في تونس الماكينة ذيك الكل تفرست، معناها ضربها بان على كافة المراحل. نحكيه مثلا أول ما تخل كما حكينا بكري، احنا الملاعبي وهو هاوي وهو صغير في السنوات نتاعو اك الحلم انه مشات لعام لاعبي ويمشي يمارسها قبل ما تكبتيه مثلا اكاديميه ولا قبل ما تكبتيه جمعيه في صنف الاداني ولا الشبان ولا كذا، هو يبدا بالبطحه. البطحه اليوم عندنا زحف عمراني على كافه المدن تقريبا حتى اجتماعيا، قبل نذكر لي تورنوا نتاع الحوم ثم السبورت ترافاي ثم السبور المدرسي الرياضه المدرسيه تم ضربها. اليوم المدرسه غير قابله اصلا ممارسه الرياضه في المدرسه، نبداو منها من وقتها. اسكو ثم المدارس نتاعنا والا المؤسسات التربويه فاهم اماكن باش هالملاعب اللي هو عنده تالون وهو عمره 10 12 13 سنه ينجم يمارس الكره نتاعو، اليوم بعديد المدارس يلعبوا سبور في الساحه نتاع المدرسه، ابداو من هنا. ثم بعد نمشي انا في دور الشباب ولا دور الثقافه ولا الملاعب البلديه، ما ثماش الملاعبيه، احنا عندنا مشاكل حتى صحيه حتى على مستوى اللاعبين حتى الملاعبيه، ثم اوبيزيتي، ثم الناس كل ولات كونكتي في القاوي في قدام دوفون لي بي سي، الملاعبيه الكل اللي مغرومه تلعب كره القدم مش لاقيه اللي سباس. لذا نمشي غادي نمشي نشوف المال النوادي المشيره الاخرى اللي هي المهمه نتاعها اللي هم نتاع في تونس. احنا عملنا موديل سبورتيف انه النوادي هي اللي تستقطب الملاعبيه هذه، تكونهم يجي نصرفوا فلوسنا على مدربي الشبان، نصرفوا فلوسنا على الملاعب على شويه ترتون باش الملاعبيه يمارسوا. نعطيك انا معلومات مالك، انا قاعد نشوف قاعد نراقب حتى في الحومه نتاعي والا في المناطق نتاعنا كيفاش تصير لي تيست نتاع لي جوار، كيفاش كل اشكال المعارف وكل اشكال الفلوس تدخل. نشوف في مدربين قاعد يعني في تيست مثلا مباراه تطبيقيه 20 لاعب ضد 20 لاعب، محاباه ولاءات ولد فلان وولد فلان، يعني انت اذا كان دقه روحك ماكش وداخل في هالسيستيم هذا وانت عندك على تلون. فكره على فكره احمد فما للاسف بعض المحللين اللي يجيو يحلوا في البلاتوات من لاعبين قدامه ولادهم يجي مش بالضروره لاعب قديم معناته ولده باش يطلع تالون، خلينا نقولوا يقدموه ويكون فافوري على اولاد ناس اخرين. ما عندك ضغط يا مالك، هذه من المشاكل اللي يعيشوا فيها بعض الصغيرات. ما عندكش فكره يا مالك على الضغوطات، اي على الضغوطات اللي تعرضوا لها المدربين في اصناف الشبان. يعني في وسط ثم جمعيات الحقيقه اننا نحيي القرار هذا انه تمنع حتى الاولياء باش يتابعوا معناها الحصص نتاعهم وينتظروا ابنائهم خارج الملاعب. عندنا احنا شهاده حاضره معنا بالتليفون وليه من ولاية صفاقس مدام مريم الرقيق، عندها مدة تحب تتدخل معنا وتحكي في الموضوع ذا.